مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، ونبدأ بالدولار الأمريكي. سعر البيع فيه 24 جنيه و55 قرش، والشراء 24 جنيه و48 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.21، والشراء 25.12. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.16، والشراء 29.07. فرنك سويسري سعر البيع فيه 25.71، والشراء 25.63. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.44، والشراء 3.42. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.53، والشراء 6.51. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.77، والشراء 79.37. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.68 قرش، والشراء 6.66 قرش. ودلوقتي نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة. نبدأ بعيار 18، سعر السوق النهاردة 1130 جنيه للجرام، وعيار 21 1330 جنيه للجرام، عيار 24 1520 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 10640 جنيه. وكده خلصنا الأسعار، ونرجع مرة تانية لشاذلي ومنا يتابعوا معانا باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك.